اصب لك بقى كوبايه شاي. انما ايه؟ سكر خفيف. سكر خفيف حبيبي الغالي. وانا ليا غيرك. طيب استاذنكم انا، وان احتجتوا حاجه ابقى قول يا محروس. عايزاك وانا والله انا مش بهزر. يوه، وانا يعني اللي بهزر؟ روحي نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوقتي هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مره تقولي الناس مش هماك، ومره تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطه كده ليه؟ انا حامل. طب مبروك، يتربى في عزك. انا مش بهزر. بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ. روح البيت بدل ما امي تدور عليكي وما تلاقيكيش. شوف انا بقول لي وهو بيقول لي، بقول لك انا حامل. طب وانا اعمل لك ايه؟ هو ايه اللي تعمل لي؟ وانت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ واخد بالك ان اللي في بطني ده هيبقى ولدك. بقول لك ايه، انا مش فايق للهبل ده على الصبح. هبل ايه؟ انا بقول لك اللي حصل وانت لازم تقول لي هنعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت المجانين انت، انا مش ناقص، ابعد عني. مش ناقص. طب خلي بالك ان انا ولا يهمني، هقول حتى لو فيها موتي. انا ما خلفش واد ولد حرام. نزليه. ايه؟ انزله؟ لا انسى. ان كنت فاكر انك تاكل الوكله وترمي اللي فايد منك في الترعه تبقى غلطان. انا لا اب ولا ام ولا أخ، يعني وحدانية. وإن كنت فاكر إني أخاف على شكلي وسمعتي في البلد، أقول لك طز، مش مهم. مهم عندي إنك تبقى مفضوح زيي. ولا أعرفك، وروح ارمي بلاكي على حد تاني. بقيك دي؟ يا أهل البلد! يا أهل البلد! بنت المجانين، أنت مجنونة! مجنونة، وإنت لسه ما شفتش الجنان اللي على أصلي. تفضحي نفسك عادي كده؟ كده كده الفضايح جايه جايه، تبقى فضيحتي وفضيحتك. وهون عليكي. بقول لك ايه؟ شغل التعابين ده انا ما احبهوش. هي كلمه واحده. هتعمل ايه يا حسن؟ نفكره. لا يا حبيبي، الحاجات دي مش عايزه تفكير، وحلها واحد ما فيش غيره. اللي هو؟ نتجوزه. طبعا. ما انا كنت عامل حسابي على كده. خلاص. طالما انك كنت عامل حسابك على كده يبقى نتجوزوا دلوقتي النهارده حالا. يا بنت الحاجات دي ما تجيش كده، الحاجات دي عايزه ترتيب. وانت لما كان بيجي لك مزاجك انت بترتب ولا بتحضر؟ جرايه يا ابو المرجله. واه واه واه، فين مفيده الهاديه الجميله المطيعه؟ هاديه وجميله ومطيعه ده لما كنت بتخاف علي وحس منك انك قلقان مش عايز تسيبني. لكن دلوق اللي انا شايفاه قدامي خسه وندالة بعيد عنك. لا انا بس اتفاجأت يا مفيدة. ليه؟ وانت كنت فاكر اللي بنعمله ده اخرته ايه؟ اخرته اسكندرية ان شاء الله. دمك خفيف قوي. بقول لك النهاردة الليلة يا حسن، انت فاهم؟ الحياة هنا شكلها حلو قوي. حلو عشان بتيجي يوم ولا اثنين. غير كده لا. بنت شكلك عايزة تتفشي بره البلد. عايزة ابعد. الحياة هنا صعبة في كل حاجة، النفس اللي طالع واللي داخل بتعدى عليكي. لا مش فاهمة انت تقصدي ايه. هنا الدنيا ضيقة والعيون راصدة اللي رايح واللي جاي. مفيش واحدة تطلع من بيتها الا كل لسان يسأل ويقول هي رايحة فين وجاية منين.
معقولة لسه في الحاجات دي بتحصل؟ الناس هي الناس، عمرها ما هتتغير. لا دي على كده العيشة صعبة قوي، وأنا اللي كنت بفكر أجي أعيش هنا. تعالوا لو استحملتوا يوم يبقى لك الكلام. طب أنت ليه ما فكرتيش تيجي مصر؟ أنت تقدري تبيعي كل حاجة ليكي هنا وتنزلي مصر تاخدي أحسن شقة في أحسن حتة فيكي يا مصر وتعيشي ملكة. بس هعيش لوحدي؟ وليه تعيشي لوحدك؟ ما أنا معرفش حد في مصر. يا سلام، ما تتجوزي. أتجوز؟ أيوة طبعاً، أنت ست حلوة قوي وجميلة وغنية طبعاً، والرجالة اللي تحب تقرب منك أكتر من الهم على القلب. أنت شايفة كده؟ يعني أنت لو مني تتجوزي وتسيب البلد وتعيشي في مصر؟ بصي، أسيب البلد دي أكيدة، بس هتجوز دي بقى فيها كلام. بقولك إيه، اللي بتتكلم دي أكتر واحدة هتموت وتتجوز. أتجوز عن حب مش أي جواز. الحب ده عندكم أنتوا هناك، إنما إحنا هنا؟ لا، الحب في كل مكان، هنا وهناك، بس إحنا بقى اللي مش عايزين نعيش، أو معنى أصح يعني بنكره إن إحنا نعيش، مقفلين علينا كل البيبان وبعد كده نرجع نشتكي. وأنت يا زينة إيه رأيك؟ والله أنا مش عارفة أقول لكم إيه، بس اللي أنا متأكدة منه إن أنا عمري ما هتجوز إلا الشخص اللي أحس إنه معايا. بتحبيه يعني؟ لا، معايا مش بحبه. هفهمك، يعني الحب مثلا، الحب ممكن يخلص. الشخص اللي أنت تعرفيه النهاردة وبتحبيه ممكن بكرة تلاقي نفسك ما بتحبهوش، أو تكتشفي إنه مش هو ده الشخص اللي أنت كنت بتتمنيه. النهاردة اللي معاكي مالي عينك وقدامك ممكن يحصل أي موقف يتكسر قدامك أو يضعف وتكتشفي إن أنت كنت غلط مثلا. بس بقى اللي معاكي ده، اللي معاكي لا انت ينفع تسيبيه ولا هو يعرف يستغنى عنك. لا انا مش فاهمه. ما بلاش عقد وكلاكيع بقى وسيب الست في حالها. لا كلامها حلو، انا عايزه افهم. اللي معاكي ده يا ستي بيبقى ايدك في ايده، عايز ينجح هو معاكي، بيفكر في مستقبله بصوت عالي، مش هيقعد بقى يعمل حساب ان هو الراجل وان انت الست. ممكن تلاقيه مثلا عيط قدامك. يا مري، تعرف ان انا لما بشوف في التلفزيون راجل بيبكي كده ومرته ولا حبيبته بتحضنه بقول يا سلام، نفسي في اللحظه دي. على فكره اللي بيعيط قدام حد ده بيبقى بيحبه قوي او بيبقى ضعيف قوي. معلش برضو، الضعف الانساني لازم يحترمه. الراجل ما كانش يقف يقول انا قادر على كل حاجه في الدنيا ما يبقاش راجل. انتوا بتتكلموا ازاي؟ دي غريبه. على العموم ابقي تعالي لي وزوريني يا زينب كل ما تيجي هنا. يلا عشان اوصلكم. يلا يلا. شتمتني وضربتني زي ما كنت حرامي في مولد. رتال عملت كده؟ ايوه، شتمتنا وضربتنا، حتى سلبتك عمرها ما بتكذب. ايوه، وتعرف يا بوي ولا عملوا اعتبار لاي حد ولا همهم اي حاجه. هما فين دلوقتي؟ طلعوا. هيقعدوا ليه؟ ما خلاص عملوا اللي هم عايزينه. واقول لها يا بنت عيب بصيش في ورق عمك، تقول لي عمي وجريت عليك كلام، اعوذ بالله. عيفش حتى الدراج اللي انت قافلها بمفتاحك كانت عاوزه تكسرها. ولما قلنا لهم عيبك ده ضربونا وبهدلونا وفضحونا. عشان لما اقول لك دول عدوين تصدقني، اقول لك دول ما بيحبوناش تصدقني. يا مرار الطافع يا مرار الطافع يا اخويا، هتلاقيهم عند عبد السلام، راحوا لاخوها عبد السلام. ست فوزيه عنك. ما تجيناش يا محروس، ما تتعبش روحك. اتعب روحي ايه؟ هو انا طول لما اتعب روحي علشان خاطرك؟ بعد كده لما تعوزي حاجة ابقي شيعيلي أي حد وأنا أجيب لك اللي أنت عايزاه لحد عندك ولا تتعبي نفسك. ده أنا كنت بجيب حتتين قماش. وماله؟ أجيب لك الدكانة لحد عندك. يا سلام، هو أنا طول أخدم ست الكل. تسلم يا محروس. مش أنا اشتريت دار؟ والله ألف مبروك. الله يبارك فيكي، بحري إنما إيه؟ عسل والله. إيه؟ ناوي تتجوز ولا إيه؟ يا ريت. يا ريت؟ يا ريت إيه؟ انت بس شاور على احسن بنت في البلد دي كلها وانا اجوزها. انا بصراحه اللي عيني عليها يعني ممكن تكون شايفاني قليل عليها. قليل ايه؟ ده انت راجل مال وهدومك وكسيب، وبعدين خلاص بقى عندك بيت ودي اهم حاجه. اللي عيني عليها فوق عاليه قوي وانا بصراحه تحت. تكونش بنت العمده يا واد. بقول لك اللي بحبها فوق وعاليه، تقولي لي بنت العمده؟ ما تنطق يا مجندل انت. يعني اقول ما تجو؟ أنا هقول. يه؟ ما تخلصني بصراحة يعني.
انت يا ست فوزية. نهار ابوك غبر. ها ها ازاي محروس يتجرأ ويقول لي كلام زي ده؟ لا انا مش لازم اسكت، انا لازم اقول لعبد الحكيم، لازم يعرف مقامه ويعرف ان انا ست وتاج راسه كمان. قال محروس قال طب ما هو قالك ده، قال انك فوق وعاليه قوي، قال انه مستحيل يقدر يوصل لك او حتى يطولك، وانه عارف انك مش هتردي عليه، وان انت بالنسبه له حلم. وبعدين فيها ايه يعني لما يقول انه عايزك؟ يا ويلك يا فوزيه، بقى تصومي كل ده وتفطري على بصله؟ لا لا يمكن. ها قال محروس، قال محروس ده أجري شغال عندنا بلقمته، قوم اتجوزه؟ لا 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 لا. طب وفيها ايه يا بنت؟ هو يعني الواحد يقدر يمسك قلبه لما يدق، ولا لما يبقى له شوك في حاجه؟ وبعدين محروس ده راجل طول بعرض، ماله يعني؟ عشان فقير وماله؟ ما كلنا فقراء، هو في حد يملك من امره شيء؟ يا لهوي. طب وسيد؟ يا مرارك يا فوزية، يا مرارك، تنين في يوم واحد يعني تفضل ناشفة محجرة كده، ولما ربنا يفرجها تتفتح على البحري؟ عشان تعرف يا بنت انك لسه عليك الطلب، وانك حلو حلوة وقمر، انت بس اللي حاجبة روحك عن الناس. يخيبك يا محروس، يعني ممكن يكون في ألف واحد عايزك يا بنت يا فوزية في البلد، وخايف زي الواد محروسك ده، وحاسس انك فوق وعالي عليه وانك بعيد عنه. ايوه امال، اكيد يقطع الفلوس ودجاجها. انا لسه حلو، اه والله حلوة وصبية، اليومين دول بينهم يومينك يا بنت. يا دي البخت المهبة، يا دي السواد والحزن، يعني ما يجيش العريس إلا وأخوك ميت، ده إيه البخت المطين ده؟ جمينة محتاجة حاجة؟ آه قول لي إيه أخبار مروان؟ أخباره في إيه مش فيه؟ أنا قلت إنك هتقنعه يشتغل معاك. وأنا قلت لك يا روحي ده كان زمان. أنت صعبة قوي. بقول لك إيه يا حبيبتي؟ هو مروان يعني اتكلم معاك إنك تقولي لي أشاركه أو أشغل له فلوسه أو حاجة يعني من الحاجات دي؟ أكيد لأ، بس أنا شايفة إن إحنا ممكن نستفاد منه كويس قوي، ده مليونير. يا روحي أبوه مش هو. وماله يعني؟ طيب بصي، أبوه لو كان عايزه يكبر كان عمل كده من زمان، بس هو عايزه طول الوقت يفضل تحت طوعه، زي ما بيقولوا كده عندهم في الصعيد. بس مروان عايز. وإيه المشكلة إن هو عايز وأبوه مش عايز؟ يعني الراس الكبيرة في الآخر هتقول لأ، أنا هقعد طول الوقت بقى أضيع وقت ومجهود على الفاضي. اللي تشوفه خلاص. بس أنت يا روحي في حاجة تانية. يعني أنا شايفة إن إحنا ممكن نكسب من وراه كويس قوي. يا حبيبتي مروان ده آخر واحد ممكن نستفيد منه. بقول لك إيه؟ شوفي لك سيدة تانية. إيه سيدة تانية دي؟ هو أنا هنصب عليه يعني؟ لأ، بس أنا عمال أقنعك إن مروان ده لو كان عايز يخرج من تحت طوع أبوه كان يعمل كده من زمان جدا. إحنا نخليه يعمل كده. وأنا إيه أصلاً اللي يخليني أضيع وقتي ومجهودي مع واحد أصلاً أنا مش عايز أشاركه؟ بصي أنا حلو قوي كده. مع السلامة يا روحي. أنا بقى مش عاجبني، عايزة أبقى أكبر من كده مليون مرة. أهلاً يا عبد الحكيم. ريتال. نعم يا عم. أنت بتعمل إيه أنت؟ مالكش صالح باللي بعمله،
انت اخويا وبربيها. تربيها هناك في بيتك مش في بيتك. انت ما خبرش هي عملت ايه. وانت ما خبرش مراتك عملت ايه. سيبه عبد السلام. قالت لك ايه جبريه؟ قالت لك ان احنا ضربناها؟ ما حصلش، انا كنت واقفه وشاهد على كل حاجه. دخلت المكتب ليه؟ عملت زي ما مراتك ما عملت. اسمها مراتك ولا مرات عمي يا متعلمه يا بتاعت المدارس؟ والله انا لو كنت لقيتها يعني مرات عمي زي ما انت ما بتقول كنت قلت لها. كنت بتعمل ايه في المكتب؟ دخلت المكتب يا عمي زي اي حد في البيت. هو ده مش بيت جدي برضو ولا انا بتهيألي؟ بعدين دخلت لقيت درج مفتوح وفي اوراق عيني جت عليه. هي لو انسانه طبيعيه كانت اعتبرت اللي انا فيه ده كله عادي، مش تمد ايديها عليا وتشتمني. روح يا عبد الحكيم، احنا كمان ماشيين ومش هنقعد. ويا ريت تقول لمراتك تبطل الحركات اللي بتعملها دي، الحركات اللي انتوا بتعملوها كلها. انا بجيب لك من الاخر. شادت حيلك وطولك وجاي ترفع دراعك على بنتي. يا راجل ده اخوك عمره ما عملها، عمره ما داس على كرمة بنت من بناته. كان بيشيلهم فوق راسه شيل. بس عبد الله مات. مات يا عبد الحكيم. وانت جاي بعد ما مات عشان تضرب بنت عبد الله بالقلم. مراتك ودودت لك مش كده؟ قالت لك ان احنا ضربناها. جيت على ملا وشك عشان تاخد حقها. وعبد الحكيم ما بيسكتش على الحق ابدا. وانت عندك حق، عندك حق، محدش يقدر يلومك. ومش بس كده، انت لازم تاخد حقك كله من غير ظلم. ولو عايز تاخد حقك مني تعالى يا كبير اضربني، مد يدك عليا زي يا كبير مالك حق. احنا كمان لينا حق عندك وهناخده مش هنسيبه. بس حقك علي يا حبيبتي، حقك علي. ما تزعليش والله العظيم ياخد لك القلم 10. نورت والله. أنا هغديكم غدوة عمركم ما أكلتوها في حياتكم. إيه بقى يا ترى؟ أنا هعمل حلة محشي ورق عنب ومعاه طاجن ملوخية خضراء وحمام محشي. إنما إيه؟ يستاهلوا خشمكم. لا خالص، أنا ما أقدرش أكل الأكل ده خالص، أنت شايفة عاملة إزاي؟ خلاص خليها وقت تاني. لا احنا اتفقنا ان احنا نقضي يوم مع بعض ولا ايه؟ لا بس اصل احنا لازم نمشي، يعني ماما زمانها قلقت. كلميها في التليفون. انتي عايزه تروحي تقعدي عند الجبريه؟ شوفي اصلا اللي في قلبي على لساني، الجبريه دي ما حدش بيطيقها بالبلد كلها، وبصراحه كده هي ما بتحبكمش ولا بتطيق امكم. ويا ترى ليه بقى؟ ليه بقى ايه؟ معروفة يعني، مش بيقولوا مركب السلاف غارت والدراير صارت؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ والنبي ده انت عسل، عرفت الكلام ده منين؟ لا الكلام ده يعني معروف في كل حتة، دي أمثال يعني. لا بس كره جبرية الماما متفصل، حاجة كده عمولة يعني. هو طبعا في سبب، وسبب كبير كمان. وانت بقى تعرفي؟ والله يعني أنا بسمع من حريم البلد. لا بقى، لو بتسمعي من حريم البلد يبقى الموضوع كبير قوي، علشان يعني يستاهل إنهم يقعدوا يلتوا ويعجنوا فيه بالشكل ده. أقول لك؟ آه طبعا. بيقولوا والله أعلم إذا الكلام ده صح ولا لا، إن جبرية يعني كان عينها من أبوكي الله يرحمه، بس هو فضل كريم عليها. اللي بتقوليه ده مش صحيح على فكرة. استني أنت بس يا زينب، كملي يا فريدة. وإيه كمان؟ تكمل إيه واستني إيه؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ يلا بينا علشان نمشي. في إيه يا زينب؟ أنا مش قصدي والله. يا ستي خلاص، قصدك مش قصدك خلاص. إحنا في آه بينا وبين مرات عمي خلاف، بس عيب قوي اللي انت بتقوليه ده وما يصحش. والله انا يعني مش قصدي،
انا بقول لك اللي بيتقال. بصراحه كده انا شايفه ان هو سبب منطقي جدا. بقول لك ايه، انت تتهدي خالص، مش عايزه اسمع صوتك، انت فاهمه؟ انا اسفه. لا يا ستي ولا اسفه ولا حاجه، مفيش داعي للاسف. احنا متشكرين قوي على الفسحه بتاعتك والعزومه دي، نبقى نردها لك في مصر ان شاء الله. يلا بينا. يلا على فين؟ انا عايزه اقعد ادوق الاكل بتاعها. بقى كده؟ اه كده. طب انا ماشي. براحتك. اختك دي شعلونه وزربونه قوي يا ستي. سيبك منها، قولي لي بقى، هي فعلا جبريه كانت عايزه تتجوز بابا الحج يعني؟ اه طبعا الحق. اه وايه اللي حصل؟ ابوكي خد امك وطلع بره البلد، وجدك الله يرحمه ما كانش موافق على الزواجه دي. ليه بقى؟ والله يعني انا بسمع، مش متاكده. لا قولي قولي. جدك لما راح خطب جبريه لعبد الحكيم ما كانش يعرف ان جبريه عينها من عبد الله، بس بعد كده حس وكان عايز يفسخ الجوازه دي باي طريقه، بس عبد الحكيم وقف قصاده. ولما عبد الله قرر يتجوز كريمه لقيها فرصه عشان يطلعوا من البيت، فقال له ان كريمه لا، ولو اتجوزتها مش هيعرفوا تاني. وجدك كان عارف ان عبد الله بيعشق كريمه، عشان كده لما قال له لو مشيت مش هترجع تاني، كان عارف ان ابوكي مش هيرجع تاني، وبكده يبقى عبد الله بعد عن البيت اللي فيه جبريه. يعني جبريه دي هي قص الفساد كله بيقولوا. طب قولي لي كده يا فريده، ايه الحكايات تاني اللي بيقولوها حريم البلد؟ اصل انا يعني بحب اسمع الحكايات دي قوي. البيت وحشني قوي، وعبد الله كمان وحشني. طب انا طالعه فوق. استني يا شاهد، عايزاكي. خدي دي معاكي يا حبيبتي. خدي. نعم يا ماما. عايزاكي تطلبي عزت وتقولي له يجي، انا عايزاه. انا عملت فعلا كده، وبعت له رساله اول ما جينا مصر وقلت له تعالى على البيت. كويس قوي. وكلمي وداد قولي لها احنا وصلنا، واطلبي لنا اي حاجه ناكلها لحسن انا بطني بتوجعني من الجوع. حاضر حاضر يا ست الكل، عن اذنك. وحشتني يا عبد الله، وحشتني يا نور عيني. يا بنت قولي لي مالك؟ ايه اللي مخليكي شاريه راسك كده وقافله عليكي بابك؟ لا شاريه راسي ولا حاجه، وبعدين هعمل ايه يعني؟ سايبالك السايب. لا افهم. يوه يا جبريه، عمالة تعني وتريني وجايباني شمال ويمين، في ايه؟ يا بنت افهمي، احنا الاتنين في مركب واحدة، يعني لازم تكون مرسانة واحدة. وانا قلت غير كده؟ ما انت لما تبعدي عني وتهمليني كده لوحدي، الفار لازم يلعب في عبي، وانا يعني حبيت اكون صريحة معاكي. فار ايه يا ولية اللي هيلعب في عبك؟ ما تقولي في ايه؟ كانك عاملة عاملة. تقعدت مع كريمة؟ طب قالت لك ايه خلتك تنسي اللي عملته معايا؟ كريمه من دي جاتها شوطه تاخدها. ها؟ امال في ايه؟ اقول لك وما تقوليش لحد؟ قولي، وسر كبير يعني؟ لا هو مش سر ولا حاجه، بس يعني حكايه مش وقتها خالص. قولي. اصل يعني يا بنت انتبهي، وجعتي قلبي. أصل جاني عريس. ها؟ بشتبت؟
حريص. صدق ايه، انا كنت بصلي الفجر ودعيت لك. صح يا جبريه؟ صح والله، العريس ده بركه دعيانا. اصل الصراحه يعني هو مش عريس واحد، دول تنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طب مين فيهم اللي ناويتي ترميه برمش عينك؟ ما عارفاش، عشان كده قلت اقول لك وانت تشوري عليا. وبصراحه انا خايفه اقول لعبد الحكيم يقول لي اخوك لسه ميت، استني شويه يقوموا يطفشوا التنين. لا يطفشوا، ده احنا نقتلوهم وما يطفشوش. قولي لي انت وانا هفيدك نعملوا ايه. هقول لك، انا ما قلتش حاجه غلط يا ابويا. كلامك كله غلط. يعني لما اكون عايز اعمل شغل لنفسي ابقى غلط؟ ايه غلط، ايه غلط. شغلك هو بيتك، بيت عبد الحكيم، هو ده اللي لازم تقدره. يا ابو مروان كل حاجه هتبقى زي ما هي، انا بس عايز مبلغ صغير اعمل شغل انا حبه. شغلك هو تجارتك، الارض اللي بتزرع، البيت اللي انت عايش فيه، هو ده اللي لازم تفهمه. انا عايز اعمل حاجات تانية. قل لي يا ابوي، انت علمتني ليه وودتني الجامعه؟ منظره عشان تمسك شغل العيله. شغل العيله؟ الفاكهه، تجاره الفاكهه يا ابوي، كرنا وعارفينه. انا عايز اعمل حياه تانية. حياه تانية ايه؟ انت كنت فلحت في الحياه الاولانيه عشان تفلح في الحياه التانية؟ يا راجل أنا بس مش عايز أكلمك عشان الهم اللي أنت فيه. أقول لك إيه، أنت لازم تخلف من نادية، إيه؟ ولو ما فيش خلفة منها تتجوز عليها، تجيب عيل ولا تنين، هم دول اللي حيعدلوا دماغك ويخلوك تفهم. اسمع كلام، أنا فاهم. أقول لك إيه؟ ماشي يا أبوي. على فين؟ طلعنا. هذا اللي أنت فالح فيه. طلعنا والصبح اطرح المكتب، تقعد شويه وتختفي وما حدش عارف لك طريق، وسيبني الهم اللي انا فيه. هم ايه؟ هم ايه يا ابوي؟ كل ده عشان قلت انا عايز شغل نفسي. هم مرات عمك وبناتهم. مالهم دول كمان؟ هنسيبهم في مصر ده؟ نجيبهم يعيشوا معانا هنا؟ ما ينفعش. انا اقول لك ايه اللي هيحصل يا ابوي، بس ما تزعلش مني، انت تعبان وقلقان وضميرك مأنبك عشان انت عارف ان ليهم حق. يا ابوي اديهم فلوسهم ان شاء الله يرموها في البحر يا ابوي، ده حق ربنا، حق ربنا محدش يقدر يتكلم فيها. انا مش عايز الناس بس الكلام اللي بتقوله فريدة ده كلام مهم وكبير قوي، ويفهمك حقيقة الخلاف اللي بين ماما وجبرية سببه ايه. يا ستي دي واحدة فاضية. لا بالعكس، دي مش واحدة فاضية، دي ست فاهمة وعارفة كويس هي بتقول ايه. اسمعي مني، انا عندي نظرة. طب بقولك يا ست النظرة، ممكن بقى تكلمينا البيت بتاعك ده تشوفيه فين عشان نشوف اخرة الغم اللي احنا فيه ده؟ بصراحة مش مطمني خالص، الفيلا كده شكلها هتضيع مننا. طب احنا لازم نبقى عاملين حسابنا. صح، احنا لازم نعرف هنعمل ايه وهنروح فين. احنا لازم ناخد شقة، بس الفلوس هنعمل ايه؟ يا ستي لو على الفلوس مش مشكلة. بصي انا شايلة مبلغ صغير كده اهو، لو خدنا شقة يمكن ينفع مقدم. انت عارفة شقة كويسة في مكان محترم يليق بينا بعد اللي احنا كنا فيه ده تعمل كام دلوقتي؟ عارفة، عايز اقولك ان انا سألت ودورت، اقل حاجة في منطقة مناسبة عاملة بتاع 5-6 مليون. الله يرحمك يا بابا. الحل بقى ان احنا دلوقتي ناخد شقه في اي منطقه زي الهرم، الدقي، يعني الاماكن دي يمكن تبقى اقل شويه. انت معاكي كام؟ انا معايا تقريبا 550. هو انا 250. يعني اللي معايا على اللي معاكي ما يكملوش مليون. طب وبعدين؟
شهد. نعم. الباشا وصل. باشا مين؟ هو في غيره باشا عندنا؟ الأستاذ عزت، شرف. بقول لك ايه؟ ما تخفي كده شويه والنبي وحياتك عشان مش ناقصاكي خالص. مش مرتاحه له. ما علشان كده بقى احنا متاكدين الولد ده طيب وابن حلال، تخيلي. بقى كده؟ اه كده. ماشي. بقول لك ايه؟ خدي. نعم. انت معاكي فلوس؟ 150 الف جنيه. كنت المفروض يعني اتفسح بيهم. خديهم. شكلها في الاخر هترسى على راس البر. تتفسحي ايه وراس البر ايه؟ بتاتي ما عندكيش دم؟ هو انت مش حاسه بالمصيبه السوداء اللي احنا فيها؟ هو انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اقعد الطم واصوت واعيط عشان احس بالبلاوي السوداء اللي فوق دماغنا؟ ما هي موجوده موجوده. انت فظيعه. يعني قصدك نسيب الفيلا في خلال 3 4 ايام بالكتير. ايوه. وطبعا هياخدوها بعفشها. للاسف. وللاسف ليه؟ يعني هي جت على العفش. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي انا شايفه ان انتوا ممكن تاجروا شقه قانون جديد ولو بشكل مؤقت لحد ما تشوفوا شقه كويسه وتنقلوا فيها. هي المشكله في الشقه ولا الايجار الجديد ولا ننقل فين؟ المشكله اكبر من كده بكتير. هنعيش ازاي؟ هنعيش يا ماما، وهنعيش احسن من الاول كمان. الحمد لله احنا بنقدر نشتغل وبنعرف نتصرف كويس قوي. انا واثقه فيكوا يا بنتي ومتاكده منكم، بس اللي انا بفكر فيه حاجه تانيه خالص. فكري في ايه؟ بعدين اقول لك. بعدين. طيب انا استاذن دلوقتي، ولو عوزتوا اي حاجه في اي وقت كلموني على طول. معلش يا استاذ عزت، حقك عليا، تعبينك معايا يا اخويا. ده اسمه كلام، انا تحت امرك. طب خيرك. عن اذنك. شايف اللي انا فيه؟ شايف؟ الله يرحمك يا عبد الله، الله يرحمك.